بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 31. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وفي قوله تعالى: من استطاع إليه سبيلا، هذا بيان لشرط من شروط وجوب الحج، وهو الاستطاعة، استطاعة السبيل إلى هذا البيت. واستطاعة السبيل بينها الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس، لأنها الزاد والراحلة، الزاد الذي يكفي للحاج ذهابا وإيابا، ويكفي لأهل بيته ومن يمونهم حتى يرجع إليهم، والراحلة وهي المركوب الذي يناسب في كل زمان ومكان، ويناسب أيضا الأشخاص، والمراكب تختلف من زمان إلى مكان، تكون على الدواب، تكون على المراكب البحرية والسفن، وتكون أيضا في وقتنا الحاضر بالطائرات والسيارات. فمن تمكن من ما يوصله من وسيلة النقل التي توصله إلى هذا البيت مع توفر الزاد، فإنه يجب عليه الحج. وأما من لم يستطع السبيل إلى هذا البيت، فإنه لا يجب عليه حج. وهذا من تيسير الله سبحانه وتعالى. ولكن إذا توفر عنده الزاد والراحلة ولكنه لا يستطيع الحج بدنيا، توفر عنده الشرط المالي ولم يتوفر عنده الشرط البدني، يعني يكون لا يستطيع السفر لأنه كبير هرم أو مريض مرضا مزمنا لا يرجى شفاؤه ولا يستطيع معه السفر للحج، فإنه يجب عليه ولكن يوكل من يحج عنه، بدليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن أباه أدركته فريضة الله في الحج وهو لا يستطيع الثبات على الراحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم، حج عن أبيك. ولو مات الإنسان وهو لم يحج وعنده الاستطاعة المالية، فإنه يخرج من تركته بقدر ما يحج به عنه بالوكالة، لأن هذا دين لله سبحانه وتعالى في تركته. فهذا هو التفصيل في من استطاع الحج. من استطاعه بدنيا وماليا وجبت عليه مباشرته على الفور، ومن استطاعه ماليا ولم يستطعه بدنيا فإنه يجب التوكيل، يجب عليه أن يوكل إذا كان عدم الاستطاعة معه مستمرا. أما إذا كان عدم الاستطاعة معه مؤقتا ثم يزول، فإنه ينتظر حتى يزول عنه المانع ثم يحج. ومن لم يستطع الحج بدنيا ولا ماليا فإنه لا حج عليه، والحمد لله. وأيضا من شروط وجوب الحج الإسلام، فالكافر إذا حج وهو على كفره فإنه لا يقبل منه الحج،
لأن الحج عبادة والعبادة لا تصح من الكافر. ومثله المرتد الذي ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، كالذي يترك الصلاة متعمدا أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله من أصحاب القبور والأضرحة، فهذا لا يصح منه الحج حتى يتوب إلى الله عز وجل. فلو حج وهو على ردته أو حج الكافر قبل إسلامه فإن ذلك لا يجزيه. وكذلك من شروط صحة الحج البلوغ، فلو حج الصبي قبل البلوغ صح حجه ويكون نافلة، ويكون نافلة له بدليل الحديث في القصة المرأة التي رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فيصح حج الصبي نافلة، ولا بد أن يحج إذا بلغ. وكذلك من شروط وجوب الحج الحرية، فالمملوك يصح حجه ولكن يكون نافلة، ولا يجب عليه الحج ما دام مملوكا، لأن منافعه مستحقة لسيده. هذا. وتزيد المرأة على الذكر، تزيد بأن تجد المحرم الذي يسافر معها، فإذا لم تجد محرما فإنها تنتظر حتى يتوفر المحرم الذي تحج معه، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني اكتتبت في غزوتي كذا وكذا، وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك. أرجعه من الغزو والجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته محرما لها. وأما ما يقوله بعض الفقهاء من أن جماعة النساء تكفي عن المحرم في الحج وفي غيره من الأسفار، فهذا قول لا صحة له لأنه مخالف للدليل، لأن الحجاج الذين معهم امرأة هذا الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فحج مع امرأتك، لا شك أن معهم جماعة من النساء، ولم يكتفي صلى الله عليه وسلم بذلك بل أرجعه أن يحج معها. هذا. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.